الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في برنامج المسافة الاجتماعية الذي ينتج ويبث عبر قنواتنا الثلاث، تلفزيون قطر وقنوات الكأس وقنوات الريان وإذاعة قطر. في كل أزمة نكتشف الجانب المشرق منها، سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العام. وعن الأخير اكتشفنا في قطر وجها آخر للتحدي في وجه أزمة كورونا وتداعياتها. تكاتف غير مستغرب من قبل كل الجهات، أفراد ومؤسسات مجتمعية، ولسان حال الجميع يقول ما يضرك يضرني. بالفعل سالم ومشاهدينا، بفعل هذه الأزمة لسان حال الفرد يتكلم عن حال الجميع تماما، كما يمكن لفرد واحد إن استهتر أن يؤذي الجميع. نحن الآن في فترة نقر فيها أننا على بينة من أمرنا، نعرف ما يجب فعله وما يستوجب حكما تركه. قليل من الصبر وكثير من الحكمة، بلغة الجميع سنجتاز بإذن الله هذه الأزمة. بإذن الله يا عبد الله. ومشاهدينا، في برنامجكم برنامج المسافة الاجتماعية نحاول في كل حلقة أن نمدكم بخيوط المعرفة التي تحتاجونها في سبيل السلامة من الوباء أولا، والتعايش مع تداعياته ثانيا، من أجل عودة سريعة وآمنة لسابق حياتنا الطبيعية. أهلا بالجميع إلى هذه الحلقة، والترحيب أيضا موصول بزميلتنا للغة الإشارة رحاب توكل، كما نرحب بمشاركتكم على البيانات الظاهرة أسفل الشاشة وهاشتاج المسافة الاجتماعية. نعم، إذا نشر موقع كوفيد 19 في قطر التابع للمؤسسة القطرية للإعلام على حسابها الرسمي بتويتر آخر المستجدات المعلنة من قبل وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1365 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد 19، وتعافي 529 شخصا من المرض خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 4899 حالة. وسجلت وزارة الصحة خلال 24 ساعة الأخيرة إدخال 19 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 172 حالة. نعم مشاهدينا الكرام، حيث أنجزت دولة قطر خطوات عملاقة في طريق بناء نظام صحي يستجيب لأرقى المعايير العالمية، فخططها واستراتيجياتها في هذا المجال واضحة ونفذت بكل دقة، وتم تسخير جميع الجهود والإمكانيات لإنجاحها. تجربتنا مع كورونا أثبتت هذه المنجزات الطبية، الأمر الذي انعكس على انخفاض معدل الوفيات وازدياد حالات التشافي. للحديث عن جهوزية النظام الصحي في دولة قطر وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين والمقيمين على حد سواء خلال هذه الأزمة، يسرنا ويسعدنا أن نستضيف الدكتور فرج هويدي، وهو استشاري أمراض معدية في مؤسسة حمد الطبية. دكتور أهلا وسهلا بك، سعداء بوجودك معنا هنا في برنامج المسافة الاجتماعية. طبعا يعني جهود واضحة حقيقة تقوم بها مؤسسة حمد الطبية، يعني هناك في ازدياد في حالات التشافي وازدياد أعداد قليلة في حالات الوفاة هنا في دولة قطر. يعني لو نتحدث أيضا عن جهود هذه المؤسسة في ازدياد حالات التشافي وأيضا في قلة عدد الوفيات هنا في دولة قطر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وشكرا جزيلا على الاستضافة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم ونسأل الله تعالى في هذه الليالي المباركة أن يكشف الوباء والبلاء، آمين. طبعا عندما بدأت حالات كوفيد 19 في الدخول إلى دولة قطر، استجاب النظام الصحي في دولة قطر لهذه الحالات، وكان مركز الأمراض الانتقالية هو مهيئ لاستقبال مثل هذه الحالات وغيرها من الأمراض المعدية. بعد ذلك تم تهيئة مستشفى حزم بيريتش وتوسعة ردهات الإنعاش المركز في هذا المستشفى حتى أصبحت يعني تتسع لأعداد كبيرة من الحالات الحرجة فيما لو حضرت هذه الحالات الحرجة. كذلك تم تهيئة المستشفى الكوبي أيضا وفي دخان، وتم افتتاح مستشفى راس لفان ومستشفى مسيعيد وأيضا المستشفى الميداني، فالعديد من المستشفيات تم افتتاحها وتوسعة الأسرة
غرف الإنعاش المركز، بالإضافة طبعا إلى يعني تضافر الجهود العلاجية وتوفر العلاج بالأدوية وغيرها من البلازما وغيرها من الأدوية المركزة، الجهود الاستثنائية اللي يبذلها الطاقم الطبي سواء الأطباء الممرضين الصيادلة الأطباء المختبرات أطباء الأشعة وغيرهم، بالإضافة إلى مراكز الرعاية الأولية وكذلك الموظفين في الجهاز الوقائي في وزارة الصحة، بالإضافة إلى الإسعاف، هذه كلها تضافرت في منع وتقليل نسب الوفاة في دولة قطر. إذا أخذنا إحصائية طبعا عالمية الآن، الوباء من بدأ في نهاية 2019 لحد الآن ما يقارب من 5 مليون حالة تم تشخيصها وتسجيلها في العالم. أمريكا طبعا تتصدر العدد في الإصابات 1.5 مليون، نسبة الوفاة في أمريكا تصل إلى 7-8%، نسب الوفيات في بريطانيا تصل إلى 15%، في إيطاليا كذلك 15%، في فرنسا 10%، نعم. في إسبانيا 10%، هنا عندنا في دولة قطر ولله الحمد والفضل والمنة ثم بجهود العاملين في الجهاز الصحي نسب الوفاة عندنا 1 لكل 2000 حالة تم تسجيلها، وهذا طبعا يعني يعكس يعني اولا واخرا لطف الله سبحانه وتعالى، ثم جهود الاستثنائيه التي تقوم بها الطواقم الطبيه والعاملين في مكافحه هذا الوباء. نعم الله يعطيكم العافيه ونشكر لكم هذه الجهود دكتور. ايضا فيما يخص الاعراض مع بدايه انتشار هذا المرض، هناك العديد من الأعراض، من يفقد الشم ويفقد أيضا حاسة الذوق وكذلك الحرارة، وهناك من لم يصب بالحرارة، أيضا الفشل الكلوي، فهناك عدة أعراض. هل الآن بعد هذه الفترة ثبتت الأعراض التي تدل على هذا الفيروس؟ نعم أخي، هذا طبعا هو الكوفيد 19 هو مرض يتسبب عن فيروس، هو يصيب بالدرجة الأولى الجهاز التنفسي، المجاري التنفسية العليا، يبدأ من الأنف والبلعوم والقصبات ثم ينتقل إلى الرئة في الحالات الشديدة، يصاحبه طبعا إذا ما تعالج واشتد ممكن أن يصاحبه فشل بالجهاز التنفسي، كذلك هو أيضا مرض عام، يعني في مضاعفات، ممكن يصيب القلب، ممكن يصيب الكلى، ممكن يصيب الجهاز العصبي، وممكن أن ينتشر كذلك يصيب الكبد وغيره من الأعضاء. فطبعا الأعراض المهمة هي الحرارة بالدرجة الأولى. في سلسلة حالات تم تشخيصها شافوا أنه نسبة الارتفاع درجة الحرارة تصل إلى 98% من الحالات، في بعض الحالات شافوا أنه الحرارة ربما تكون أقل في كبار السن اللي عندهم أيضا بعض الاضطرابات في جهاز المناعة، قد تكون الحرارة غير حاضرة ابتداء، لكن خلنا نبتدئ بالحرارة ثم طبعا السعال والرشح وكذلك فقدان حاسة الشم وفقدان حاسة الذوق، أيضا طبعا الكحة، ثم طبعا عندما يصيب الرئة ممكن أن يصاحبه طبعا سرعة بالتنفس وسرعة بالنبض، كذلك أوجاع في العضلات، وطبعا إذا صارت مضاعفات راح نشوف إحنا أعراض المضاعفات، مثلا إذا صار لا سمح الله يعني مضاعفات في القلب ممكن أن نشوف مرضى عندهم أوجاع في الصدر نتيجة القلب، نتيجة مثلا التهاب العضلة القلبية، نتيجة أيضا جلطات قلبية ممكن ترافق المرض، وهذه طبعا الأعراض بصورة عامة. نعم. دكتور، هل الدراسات والأبحاث التي أجريت على هذا الفيروس أظهرت نتائج جديدة حول الحد من انتشار هذا الفيروس، أم نعود إلى الأبحاث القديمة التي تقول أنه سيختفي تدريجيا في الفترة القادمة؟ نعم طبعا الكورونا فيروس هو هذا فيروس طبعا ينتقل بالرذاذ وينتقل أيضا بالملامسة للأسطح الملوثة،
طبعا الإجراءات الوقائية مهمة جدا، الإجراءات الوقائية العامة وغسل الأيدي ولبس الكمامة وتنظيف المكان المحيط بالمريض وتنظيف الأرضيات وما غيرها. هذا طبعا الإجراءات الوقائية لحد من انتشار المرض. الجهد الرئيسي الآن اللي يبذل في العالم هو محاولة إنتاج لقاح وتطعيم لإعطاء للناس العاديين حتى ما يصابون بالمرض. الآن بحوث موجودة على مستوى العالم لإنتاج اللقاح، الآن موجودة يعني موجود بحث في جامعة أوكسفورد في بريطانيا يعتمد على أخذ البروتين هذا اللي يحيط بالRNA مال الفيروس ومحاولة دمجه مع فيروس أدينو فيروس هو يعني مخفف الفعالية غير فعال وإعطائك لقاح. النتائج الأولية اللي جرب هذا اللقاح على الحيوانات لوحظ انه يعني منع التهاب كوفيد في 9 من القرود، ثم طبعا انتقل البحث الى البشر والان تم اعطاء عدد من الناس ايضا هذا اللقاح وراح يكون متابعة للموضوع. هناك بحوث في امريكا مشتركة مع المانيا، هناك بحوث في الصين ايضا، هناك بحوث في استراليا لإنتاج اللقاح. وطبعا اللقاح احنا نتأمل ان يكون هو يعني الفاصل في موضوع نتائج إيجابية على البشر. دكتور لحد الآن طبعا في طور البحث، نعم دكتور فرج، يعني وهذا ما يقودني ايضا الى هذا السؤال، يعني ولله الحمد في دولة قطر هناك ازدياد في حالات التشافي يعني عن يوم وكل يوم، لكن ما هي العلاجات المستخدمة لمصابين الفيروس هنا في دولة قطر لوصولهم بعد الله إلى نتائج طيبة وتشافي من هذا الفيروس؟ نعم سؤال مهم. طبعا احنا في بداية دخول الحالات إلى دولة قطر في مركز الأمراض الانتقالية يعني تم حصول لقاءات بين الاستشاريين وتم تثبيت بروتوكول أو سياسة علاجية اعتمدت على معلومات قديمة من السارس، وباء السارس في 2003 ووباء الميرس كورونا في 2012، هي طبعا فيروسات قريبة من الكوفيد 19. كان هناك استخدام لبعض الأدوية وتم تثبيت سياسة علاجية معتمدة على بعض يعني البحوث، فبدأنا بالهيدروكسيكلوروكوين أو الكلوروكوين مع إضافة الأزيثروميسين، ثم طبعا دواء الكاليترا. طبعا الهيدروكسيكلوروكوين يقولون العلماء أنه هو يمنع التصاق الفيروس بالخلايا الحية وكذلك يمنع تكاثر الفيروس داخل الخلية الحية. الدواء الكاليترا اللي هو بالأساس يستخدم لمرضى الإيدز أيضا هو مثبط لإنزيم من الإنزيمات اللي تكون مهمة لنمو الفيروس كوفيد 19 داخل الخلية الحية. فالهيدروكسيكلوروكوين، الأزيثروميسين، الكاليترا، ثم استخدمنا الريبافيرين والإنترفيرون اعتمادا على النتائج اللي كانت على السارس والميرس كورونا فيروس. بعدين هناك دواء هو التوسيلوزوماب. التوسيلوزوماب هو يمنع الإفراز المفرط لبعض المواد المناعية اللي تنتجها الخلايا المناعية، السايتوكاين ستورم طبعا تفرزها خلايا مناعية نتيجة وجود الفيروس. رد الفعل راح يكون غير متوازن يؤدي إلى يعني أنه هذه السايتوكاين، هذا المستوى العالي من السايتوكاين يهاجم الحويصلات الرئوية مع الفيروس فينتج عنا دمج أو ضرر في الرئتين. فإحنا نستخدم دواء يمنع هذا السايتوكاين يعني أوفر برودكشن اللي هو التوسيلوزوماب. كذلك استخدمنا أيضا البلازما. نعم احنا هذه التجربة اللي ذكرتها دكتور كيف كانت نتائجها خلال الأيام الماضية؟ هل نرى أن هذا العمل إيجابي وممكن أن نستمر فيه؟ يعني النظام العلاجي اللي استخدمناه بصراحة أتى بنتائج جيدة جدا ممتاز. هذه ممثلة بالحالات العالية من الشفاء والنسبة المنخفضة جدا للوفيات. يعني أنا ذكرت في المقدمة أنه نسبة الوفيات
يعني واحد لكل 2000 حالة يعني. صحيح. هذا طبعا إنجاز حقيقة يعني يحقنا احنا في النظام الصحي في دولة قطر أن نفتخر به. تأكيد. ويعني شفنا لاحظنا أنه يعني هذا النظام الدوائي والعلاجي مفيد جدا. طبعا هذا بالإضافة إلى العلاج المساند، يعني مرضى الكوفيد 19 يحتاجون إلى علاج مساند. لا، أهم علاج مساند هو يعني هل بدأ استخدام البلازما على أعداد كبيرة دكتور؟ العلاج بالبلازما هو مبدئيا انه ناخذ البلازما من مريض اصيب بالكوفيد 19 وتعافى وتشافى وعنده نسبه اجسام مضاده للفيروس، ناخذ الدم ونفصل البلازما ونعطيها لمريض مصاب بالكوفيد 19 تكون حالته حرجه او على جهاز التنفس. لحد الان تم اعطاء اكثر من 100 مريض بلازما، والنتائج الأولية طبعا هذه يراد لها متابعة، النتائج الأولية تشير إلى أن 60% من الحالات الحرجة قد تم التحسن، يعني لوحظ تحسن في 60% من الحالات، و 40% الظاهر أنه إحنا منعنا التدهور لدى هذه الحالات، وهذه طبعا نتائج طيبة والحمد لله. الحمد لله. دكتور فرج، بما أن أنت استشاري في الأمراض المعدية، دولة قطر أصدرت قرار بأن من الأمس إلزامي لبس الكمام، وهنالك بعض الأشخاص من يلقي بالا لبعض الإشاعات بأن الكمام ليس له فائدة في انتقال المرض من شخص إلى آخر، فلو توضح للمشاهد مدى أهمية الالتزام في مثل هذه الإجراءات لعدم انتقال المرض منه أو إليها أو حتى أخذه من شخص آخر. نعم، سؤال مهم جدا. طبعا المرض هو ينتشر بالرذاذ المتطاير من المريض عندما يعطس أو يقح، هذا الرذاذ ما يستطيع أن ينتقل أكثر من مترين. لبس الكمامة مهم جدا طبعا، عندما يعني المخالط يلبس الكمامة طبعا راح يكون عنده وقاية من الرذاذ واستنشاق الرذاذ، أو طبعا المريض عندما يلبس الكمامة أيضا عندما يختلط بالناس ضروري جدا أن يلبس الكمامة، لأنه عندما يعطس أو يقح أو حتى يتكلم هذا الكمامة أيضا راح تمنع تطاير الرذاذ وكذلك يعني تمنع العدوى. فلبس الكمامة مهم جدا. طبعا لبس الكمامة ما راح يغني عن تغسيل اليد، تغسيل اليد مهم جدا وتنظيف اليد مهم جدا، وكذلك تعقيم الأماكن وتنظيف الأماكن المحيطة بالمريض وغرف المريض والأرضيات. نعم الدكتور فرج هويدي، وأنت استشاري أمراض معدية في مؤسسة حمد الطبية، شكرا جزيلا لك ولقبولك الدعوة وأيضا على المعلومات الطيبة التي طرحتها لنا وللسادة المشاهدين. شكرا جزيلا. نعم، كنت دكتور وضح فكرة أن لبس الكمام له أهمية كبيرة لأنه يحميك، مش بس حتى أن أنت تنقل المرض أو تأخذه من شخص إلى آخر، فقرار حكيم من الدولة بأنها تفرضها بشكل إلزامي على الجميع. أكيد عبد الله، الكمام الحين أصبح له دور أساسي، لذلك تم فرضه على الجميع، وأنا أشوف أنه لابد أن نتقيد بلبس الكمام في البيت أو حتى في خارج المنزل في العمل، لابد، وهذا وقاية عبد الله. نعم، هذا ما وضعته الدولة حقيقة في إلزام جميع المواطنين والمقيمين ومن يعيش على دولة قطر لبس الكمام وهو خارج، يعني إن كان بروحه يعني مثلا ممكن ما يلبس الكمام، لكن إن كان مع أحد في السيارة مثلا ممكن أنه يلبس الكمام، وهذا شيء إلزامي حقيقة لعدم انتشار الفيروس بينه وبين من يكون معه في المركبة. صحيح، وأيضا الدكتور أوضح أهمية لبس الكمام ومن لا يلبس الكمام أثناء الخروج سيعاقب. نرجع ونذكر إذا مشاهدينا ومتابعينا، أذهب معكم إلى فاصل قصير ولا نعاودة. سلامة بخير، خليكم في البيت. أنا أحب بلادي قطر، خليك في البيت. عشان بلادي قطر، خليكم في البيت. لأجل قطر كلنا في البيت. لأجل قطر خلك بالبيت. لأجل صحتك اترك مسافة بينك وبين إخوانك. خليك من بيت لقطر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. صمود في وجه التحديات ونمو هائل في جميع القطاعات وإنتاج يغطي جميع الاحتياجات، هو ما تقدمه دولة قطر في الأزمات. نتابع معنا التفاصيل في هذا التقرير.
ثمار تجنى بعد تجهيز واستعداد لاستقلالية اقتصادية واكتفاء ذاتي في قطاع الزراعة والصناعة في قطر، تدفق لإمدادات السلع في الأسواق بسلاسة دون تأثرها باضطرابات التوريد الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ونتيجة لنجاح الاكتفاء الذاتي حلت قطر في المرتبة الأولى عربياً و13 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر عن وحدة إيكونوميست إنتليجنس البريطانية. نقوم بزراعة الخضروات بدءا من البذور العضوية وحتى الوصول إلى المنتج العضوي، طبعاً الباكينج التغليف كله معقم وصحي، كله أوتوماتيك لا تلمسه الأيدي. عنا يعني الحمد لله إنتاج يومي 5 طن من الخضروات. في اليوم الأول إحنا حرصنا على زيادة الإنتاجية لبعد النظر بأن سيكون هنالك احتياج في السوق في ظل الوباء الحالي. قامت إدارة الشركة باتخاذ القرار برفع الإنتاجية واتخاذ كافة الإجراءات الطوارئ. تم زيادة أرصدة المستودعات وزيادة كميات التغليف. ننتج اليوم حالياً بمعدل تقريباً 700 طن شهرياً. تعاوننا مع جهات كثيرة في الدولة. عندنا الحمد لله مخزون استراتيجي ضخم يكفي البلد وزيادة لشهور قادمة إن شاء الله. وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أصدرت مجموعة من التوجيهات التي يجب على الشركات العاملة اتخاذها في أماكن العمل والسكن لحماية العمال، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19، واستكمالاً لمجموعة التدابير الاحترازية التي تتخذها دولة قطر في هذا الإطار. وتضمنت التوجيهات مجموعة من الإرشادات والتعليمات والخطوات التي يجب على أصحاب تلك الشركات اتباعها في مكان العمل وسكن العمال. طبقنا بناء على الجائحة اللي صارت الكورونا كوفيد-19، بلشنا تطبيق الإجراءات الاحترازية بناء على تعليمات الجهات في الدولة، وقمنا بتطبيق كافة إجراءات السلامة والوقاية لذلك. بلشنا بسكن العمال من خطوات التباعد بين العمال وتنظيم دخول العمال، توفير وسائل التعقيم لسكن العمال يوميا ومواد التعقيم وتوفير الكمامات والكفوف في سكن العمال وعمل التعقيم اليومي في سكن العمال. وايضا تابعنا كمان تنظيم دخول العمال للسكن صباحا وعند حين العوده من العمل، وايضا الذهاب للعمل تنظيم دخولهم للباصات وترك مسافات بينهم في جلوسهم بالباصات. بسبب فيروس كورونا المستجد احنا اضطرينا ناخد اجراءات وقائيه علشان نحمي نفسينا ونحمي العمال اللي موجودين عندنا في السكن. مسافات امنه دايما، الماسك والقفازات دايما موجوده متوفره عندنا في السكن للعمال. يوميا عندنا فحص حراري، عندنا غرفه اسعافات اوليه. في المرافق العامة اللي موجودة داخل المبنى في تباعد بين العمال، واخدين كل الاحتياطات اللازمة بحيث ان ما يكونش في اي تجمع لأكثر من شخصين في نفس المكان. صمود في وجه التحديات ونمو هائل في جميع القطاعات وإنتاج يغطي جميع الاحتياجات هو ما تقدمه دولة قطر في الأزمات. إذن أيضاً من ضمن هذه الجهود مشاهدينا ومستمعينا الكرام، استعرض مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر الحلول الرقمية ومدى نجاعتها في مواجهة التحديات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 خلال ندوة نظمها المركز عن بعد تحت عنوان التحول الرقمي في ظل انتشار جائحة كورونا وكذلك التحديات والحلول، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، وشارك فيها عدد من الخبراء القانونيين. ولمعرفة تفاصيل هذه الندوة يسرنا نستضيف الشيخ الدكتور ثاني بن علي الثاني، عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق وكذلك التحكيم. حياك الله دكتور، سعداء بتواجدك معنا في برنامج المسافة الاجتماعية، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. أقمتم ندوة تتحدث عن التحول الرقمي أو التغير من التقاليد، من الأساليب التقليدية إلى الأساليب الحديثة في ظل انتشار هذا الوباء. لو نتحدث عن مخرجات هذه الندوة
وأبرز النقاط. الله يمسيكم بالخير ومبارك على الجميع ما تبقى من الشهر، ورحب بالمشاهدين الذين يشاهدون الآن القناة. طبعا تأتي هذه الندوة ضمن الندوات التي يقامها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في هذه الفترة، وهي الندوة الثانية تعتبر عبر الوسائل الحديثة. طبعا الندوة كانت تتكلم عن التحديات حول التحول الرقمي في المواد المدنية والمواد الجنائية. طبعا دولة قطر في عام 2010 صدر المرسوم رقم 16 الخاص بالمعاملات التجارية الإلكترونية، وهو مرسوم متطور واتبع جميع قواعد اليونسترال. اليونسترال اللي هي الفريق المنظمة المعنية بالتجارة في الأمم المتحدة. طبعا وتكلم عن التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية، وتوسع القانون القطري في هذا المجال. إلا أن هناك تحديات أثناء هذه الأزمة، أزمة كورونا رفع الله عنا الوباء والبلاء، طبعا واجهت في تعطيل بعض الأمور، واستجابة للتعليمات إدارة العليا للأزمات بالعمل عن بعد وتقليص العمل سواء في المؤسسات الخاصة أو العامة. ارتأى المركز أن يقوم بتفعيل دورة في حل هذه النزاعات التي تعرض أمامه عن طريق الوسائل الحديثة. طبعا الوسائل الحديثة هناك إشكاليات تواجهها، خصوصا في مجال الأمن من الاختراق والأمور المتعلقة بمعرفة المستخدمين للوسائل الحديثة. كل هذه تحديات تواجه المستعملين في الأمور التكنولوجية. طبعا الندوة كانت عبارة عن شقتين، واستعرض الشق التجربة البريطانية والتجربة الأردنية في مجال التقاضي عن بعد، وكانت توصيات المتحدثين توصيات مهمة حتى يخرج، وخرجنا بتوصيات حتى يستطيع المشرع الاستفادة من هذه التجربة، خصوصا أن هناك بعض الدول في هذه الفترة قامت بتعديل على قوانين الإجراءات الجنائية في الفترة. وشاهدنا احنا في محاكمنا في دولة قطر هناك جلسات عقدت عن بعد، وهذا تطور مهم ويحسب للقائمين على المجلس الأعلى للقضاء. طبعا دولة قطر مهتمة في الأمور التحول الرقمي، وشاهدنا اللجنة العليا المسؤولة عن الحكومة الإلكترونية وجهودها، وكذلك هناك عندنا العديد من المعاملات تتم عن بعد، مثل معاملات وزارة الداخلية أغلبها تتم عن طريق تطبيق مطراش، ومعاملات وزارة التجارة والنديب في الجمارك. كل هذه سعت لها الحكومة قبل جائحة كورونا، والحمد لله أتت ثمارها في هذه الفترة. الحمد لله. دكتور ثاني، حدثنا عن مساهمة التشريعات في دولة قطر في توفير قاعدة تؤسس هذا التحول الرقمي. نعم طال عمرك، مثل ما ذكرت لك في البداية أن المرسوم رقم 16 لسنة 2010 والخاص بالمعاملات التجارية والإلكترونية، هذا قانون حديث واستخدم أفضل المعايير في العالم، وكذلك قانون التحكيم الصادر سنة 2017 وهو يحمل رقم 2 لسنة 2017. هناك مواد تتيح للمتعاملين في التحكيم إرسال وتبادل المذكرات وتبادل عقودهم عن طريق البريد الإلكتروني أو الوسائل الحديثة، وشملها جميعا في القانون. نعم الشيخ ثاني، يعني سعداء أيضا بوجودك معنا، لكن لو نتحدث يعني هناك تحديات بالتأكيد تواجهكم، يعني إليت لو تذكرنا هذه التحديات التي تواجهكم في التحول الرقمي التي انتهجتها دولة قطر منذ سنين طويلة. يعني نعم التحديات مثل ما ذكرت لك الله يسلمك في البداية، أن هناك جميع الفئات المجتمع اللي تستخدم هذا التكنولوجيا، والتكنولوجيا دائما تكون فيها تطورات، فيجب على المستخدم أن يطور نفسه في استخدام هذه الوسائل ومعرفة الحديث حتى يواكب هذه التطورات.
كما تعلم في دولة قطر العام الماضي عقد مؤتمر ومعرض المدينة الذكية، وكذلك في عام 2015 عقد مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة، وكان يتحدث عن التحديات في الأمن السبراني وهي المتعلقة بالجريمة الإلكترونية واختراق المواقع. كل هذه الجهود التي تقوم بها الدولة لمواكبة أفضل الممارسات في العالم. نعم، الله يعطيكم العافية. الحقيقة منذ نشأة المركز من 2006 اليومنا هذا وهو يلعب دور أساسي في فض المنازعات. أتوقع المنازعات عندكم دكتور هي تجارية فقط؟ نعم، منازعات تجارية. نعم، هي منازعات تجارية، والمركز تلقى في هذه الفترة 10 طلبات تحكيم لفض المنازعات، والحمد لله بفضل من الله تم الوساطة في 6 نزاعات وصدر حكمين في الطلبات الحديثة، وهناك طلبات تحكيم يتم متابعتها مع هيئات التحكيم، وإن شاء الله راح تصدر أحكام فيها في الأيام القادمة. طيب دكتور، هل هناك من سلبيات في تطبيق التحول الرقمي؟ هل هناك أيضا من بالنسبة لتجاوب المتنازعين في لدى المركز، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، هل هناك تجانس في ظل هذا التحول الرقمي؟ التحكيم هو أساس اتفاق الأطراف وإرادتهم للجوء إليه بعيداً، وحل نزاعهم بعيداً عن ساحات المحاكم عن الطرق الاعتيادية. والتحكيم هو مكمل للقضاء وليس منافس، وكذلك من يلجأ إلى التحكيم يريد أن يفض نزاعه وينظر للمستقبل في معاملته مع الشركة التي يوجد بها خلاف فيها خلاف في الوقت الحالي، لأن التاجر ينظر إلى مستقبل التعامل التجاري أكثر من ما ينظر إلى الخلاف. لو كنا في ساحات المحاكم سوف يطول النزاع ويصبح تنافر بين الأطراف. نعم دكتور ثاني، نعلم بأن هذه الظروف أدت إلى تسريع التطبيقات والحلول الرقمية، ولكن السؤال، هل ستستمر هذه التطبيقات الرقمية ما بعد الأزمة؟ أنا أمس كنت أقرأ تقرير عن إحدى الشركات يقول لك الإنجازات أصبحت أكثر في ظل هذه الأزمة، وأداء الموظفين فيه عن بعد أصبح أفضل من السابق. طبعا الله يسلمك، التعليم عن بعد تجربة كانت في السابق مرفوضة من الجميع، أصبحت ناجحة والجميع أشاد بها، وأعتقد أن سوف يتم الاستمرار في هذه التطبيقات. نعم الشيخ الدكتور ثاني بن علي الثاني، وأنت عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، شكرا جزيلا لك وعلى هذه المعلومات التي طرحتها لنا وللسادة المشاهدين. شكرا. شكرا لجميع الجهات على هذه الجهود المبذولة. إذن حملة رمضان صحي المنظمة من طرف مستشفى سبيتار النسخة 10 هذا العام جاءت ضمن ظروف خاصة بسبب الفيروس، إلا أنها تواصل موافقة الرياضيين الهواة والمحترفين بأنشطة مختلفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. لنتابع. حملة رمضان صحي في موسمها 10 على التوالي، والتي تتزامن مع الظروف الصحية الخاصة التي يشهدها العالم بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، تواصل مرافقتها للقطريين من خلال ما يقدمه مستشفى أسبيتار للطب الرياضي من محتوى عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. حملة هذا العام تتنوع بين النصائح والإرشادات الطبية الموجهة للرياضيين وكافة أفراد المجتمع بطريقة مميزة وعدد من التمارين التي يمكن ممارستها خلال هذا الشهر الفضيل. الحملة الرمضانية تهدف إلى حث فئات المجتمع على اتباع أنماط صحية تتوافق مع الأبحاث والدراسات التي يقوم بها خبراء الصحة في العديد من المجالات مثل التغذية والتمارين والمحافظة على اللياقة وعلم النفس، بالإضافة إلى صحة الفم والأسنان، وهذا من خلال بث رسائل صحية وتوعوية عبر مختلف المنصات.
رمضان صحي في هذا العام تتميز أيضا بتصميم تفاعلي مكن الجمهور من التفاعل مع مختلف الأنشطة من خلال نصائح تقدم على منصة الإنستغرام وترفق بأسئلة موجهة للجمهور الكبير على مدار الشهر الفضيل، بينما تبث فيديوهات مختلفة على بقية مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لمستشفى أسبيطار مثل يوتيوب وفيسبوك. حملة أضحت بمثابة تقليد لمستشفى أسبيطار الذي يواصل مرافقة الرياضيين المحترفين منهم والهواة رغم جائحة كورونا. أما مشاهدينا، جهود كبيرة يقوم بها أسبيطار. إذن مشاهدينا مستمعينا، فاصل قصير وراجعين، ولا تنسون مشاركونا بفيديوهاتكم فيديوهات إعلانكم على الرقم الظاهر لكم أسفل الشاشة. فاصل قصير نرجع لكم إن شاء الله. سلامتك يا سلامتي خليك بالبيت. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. تعمل شركة المناطق الاقتصادية مناطق لتكون عاملا محفزا لتنويع اقتصاد الدولة من خلال توفير بنى تحتية ذات طراز عالمي في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية. وفور بدء تفشي كورونا أعلنت مناطق تنفيذ حزمة من القرارات، ومنها الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعية لمدة 6 أشهر، كما دعمت الشركة المستثمرين والتجار والصانعين إلى التواصل مع الشركة لتنفيذ هذه القرارات. في هذه الفقرة سنتعرف على الجهود التي تبذلها شركة مناطق في سبيل تحقيق أهدافها كجزء رئيسي هام في التنمية الاقتصادية للدولة، والخطوات التي اتخذتها في ظل تفشي كورونا، مع ضيفنا السيد حمد راشد نعيمي رئيس شؤون العمليات في شركة المناطق الاقتصادية مناطق. بداية أهلا بك معنا في برنامج المسافة الاجتماعية، ومبارك عليك ما تبقى من الشهر. حدثنا عن المبادرات التي قمتم بها لدعم الاقتصاد المحلي والمستثمرين مع بداية هذه الأزمة وتفشي فيروس كورونا. اولا احييك واحيي الساده المشاهدين ومبارك لكم الشهر ما تبقى منه ان شاء الله. بالنسبه حق المبادرات، تنفيذا لتوجيهات حضره صاحب السمو امير الولايات المفدى حفظه الله، قمنا باعفاء جميع المستثمرين الصناعيين والمناطق الصناعيه واللوجستيه من القيمه الاجاريه لمده 6 اشهر. كذلك تم التعاون مع شركائنا المطورين ومشغلين حق مناطق التخزين الاربعه، واتخذنا قرارات منها تخفيض القيمه الاجاريه للشركات الصغيره والمتوسطه، بالإضافة إلى تخصيص المخازن لغير مؤجرة لتصرف تحت الدولة. نعم، الله يعطيكم العافية ونقول الله يقويكم. أيضا نريد أن يعني نخوض في التفاصيل أكثر مع شركة مناطق، وخصوصا منذ نشأتها من 2011 إلى الآن، ما هي أهم المنجزات التي قدمتها شركة مناطق والتي ساهمت بشكل كبير في تنوع الاقتصاد هنا في قطر؟ من أهم الإنجازات، تم تطوير أكثر من 30 مليون متر مربع مقسمة على أراضي 5 مناطق لوجستية و4 مناطق تخزين ومنطقة صناعية. جميع هذه المناطق متوفر فيها البنية التحتية من خدمات اللي تساعد الشركات الصغيرة المتوسطة لتنمو في الشركات اللوجستية والصناعية. نعم سيد حمد، يعني الشركة قامت مؤخرا ب يعني إعلان فرص استثمارية جديدة، ليت لو تطلعنا أيضا وتطلعنا على السادة المشاهدين والمهتمين بهذه الفرص عن التي طرحتموها. نعم، تم طرح مناطق تخزين مفتوحة في منطقتي الخور والكرعانة بأحجام مختلفة تبدأ من 5000 متر مربع وبأجارات منخفضة التكاليف تقريبا 10 ريال للمتر المربع في السنة، عقود قصيرة المدى مدة سنة أو سنتين. نعم، متى سيتم فتح باب تقديم على الفرص الاستثمارية وما هي الشروط المطلوبة منكم؟ باب التقديم مفتوح من 12 مايو، التقديم إلكتروني على موقع الشركة. الاستغلالات المطلوبة هي عبارة عن سجل تجاري، قيد المنشأة، بالإضافة إلى نبذة عن الشركة. نعم، هل هناك تحديد للمناطق مع الشركات سيد حمد؟ يعني هل الشركات تختار منطقة معينة لبدء المشروع ويتم تقييمها عليها؟ المجال مفتوح، هي تذكر في النبذة أو في
نسميه احنا البزنس بلان اللي هو خطة العمل. نعم. يذكرون ايش المنطقة اللي هم يرغبون فيها، هي سواء الخور او الكرعانة، بحكم تواجد اعمال قريبة منها، وبالتالي يتم النظر فيه من خلال لجنة الاستثمار عندنا في الشركة، ومن ثم تحديد المنطقة المناسبة لهم. نعم السيد حمد، يعني حقيقة جهود كبيرة تقوم بها شركة مناطق، لكن الفرص التي طرحتموها في الوقت الراهن، يعني مدى أهميتها ومدى ممكن أن يستفيد منها يعني صاحب المشروع وصاحب الفكرة التي أو الذي يود أن ينضم إليكم في هذه الفرص؟ حاجة السوق حاليا يعني من العرض والطلب تلح على طرح هذه الأراضي اللي هي التخزين المفتوح. أول شيء لا يوجد هناك تكاليف للبناء، اللهم يكون عمل سور مع غرفة بورتي كابن، فيستغلها كمساحات مفتوحة، منخفض التكاليف وقيمة إيجارية منخفضة 10 ريال المتر في السنة. فتم دراسة الطلبات اللي كانت مقدمة في السابق، ومن ثم تم دراسة وعمل دراسة ميدانية، فشفنا أن السوق محتاج نوعية من هذه الأراضي وتم طرحها ضوء ذلك. نعم، هل يعني سيد حمد لقيتوا طلبات يعني الآن في عدد كبير من يرغب ينضم في هذه الفرص يعني، وليت تذكرها؟ نعم. يعني كم عدد يعني الموجودين؟ نعم، حاليا لحد الآن 100 طلب تم تقديمه. الأراضي أقل أرض طلبت تقريبا 5000 متر مربع، وأكبر أرض طلبت حوالي 100,000 متر مربع. مقسمة على إيش يعني؟ مقسمة على المناطق المفتوحة، مقسمة على عندك مناطق في الخور ومنطقة في الكرعانة. عندنا حوالي احنا طرحنا تقريبا 2 مليون متر مربع من الاراضي لتلبي حاجز السوق. نعم سيد حمد تفضل اكمل. فشفنا ان الطلب موجود على الاراضي هذه وسد حاجز السوق الحالي من خدمات اللوجستيه. ممتاز. نعم سيد حمد، دعمتوا الكثير من المشاريع، من بينها كانت هنالك مشاريع هي تسهيل مشاريع عن طريق مصرف قطر الاسلامي، كلمنا عن هذه البادره. صحيح، تم لأن في المنطقة نعمل على توفير حلول متكاملة للمستثمرين، وتم عمل مذكرة تفاهم مع مصرف قطر الإسلامي يتيح للمستثمرين من خلال المناطق الحصول على التمويل يصل إلى 60%، وذلك بضمان المشروع نفسه. نعم، طبعاً أنتم تدعمون يعني في شركة مناطق التنمية الاقتصادية، وهي أحد ركائز رؤية قطر 2030. هل 2 مليون متر مربع كافية إلى هذه المدة، أو هناك خطط يعني تضعونها خلال الأيام المقبلة أو السنوات المقبلة لاتساع؟ نعم. هذا الدعم. نعم، احنا طبعاً دائماً احنا كل ما نطرح أراضي ندرس حالة السوق ونشوف العرض والطلب، وعندنا دراسة تبين لنا حال اللي هو نسميه supply and demand اللي هو الطلب العرض والطلب، فدائماً احنا نغطي حاجة السوق، فاحنا نشوف السوق فيه قصور أو نقص في الأراضي نتم طرح تجهيز أراضي بالبنية التحتية وطرحها للمستثمرين. حاليا عندنا يعني طرحنا مثل ما ذكرت في السابق 30 مليون متر مربع من الأراضي اللوجستية. 30 مليون 30 مليون متر مربع تم طرحها في السوق مطورة، هذا في السنوات الماضية. السنوات الماضية. نعم. بالإضافة الحين 2 مليون، بالإضافة عندنا أراضي غير مطورة بس جاهزة للتطوير في حال تأينا أنه يحتاج أن نطرحها. تقريبا عندنا 70 مليون متر مربع من الأراضي اللي هي ممكن نستورها مستقبلا ونطرحها للمستثمرين. طيب، هل ممكن يعني يتم أيضا تنويع المناطق السيد حمد؟ الآن إحنا نعتمد على الوكرة، على الكرعانة وعلى الوكرة. عندنا بركة العوامر. حلو. عندنا الوكرة اللوجستية الأولى والثانية. جميل. وعندنا المستقبلية الثالثة. عندنا منطقة اللي هي الخور الحين طرحناها. هذه جديدة الخور. الخور جديدة. ممتاز. عندنا الكرعانة جديدة. عندنا منطقة الرويست بعد جديدة لحد الآن لم تم تطويرها. يعني نتكلم عن 7 مناطق. صحيح. ممكن تزيد طبعا. ممكن تزيد. ممتاز. ممكن تزيد. نعم سيد حمد، يعني هل هناك مثلا في تواصل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال من يريدون التقديم على هذه المشاريع ومن يريد هذه الفرص أن ينضم إلى شركة مناطق وأيضا يبدأ يستثمر في هذه المشاريع التي طرحتموها؟ هل لكم دور كبير في وسائل التواصل الاجتماعي؟ صحيح صحيح، عندنا متواجدين على منصات التواصل الاجتماعي من تويتر وإنستغرام، بالإضافة على عندنا في المنصة الإلكترونية لرد على جميع استفسارات للمستثمرين. نعم سيد حمد، يعني هل في بيانات تحتاجونها لمن يريد أن في هذه الفرصة أن ينضم إليكم؟ يعني ما هي البيانات المطلوبة؟ تبدأ عن الشركة، نوع المجال أو المطلوب لعمل تنفيذ مشروعه، الملاءة المالية من الشركة.
نعم. سيد حمد، هل هنالك مشاريع مستقبلية، مبادرات مستقبلية ستقدمونها للمستثمرين أو حتى لمن يريد الاستثمار معكم؟ المبادرات موجودة مستمرة. احنا حاليا أكثر ما عملنا احنا طرحنا اللي هو المنصة الإلكترونية اللي هو تطبيق مناطق الإلكتروني، يسهل للمستثمرين إنجاز كافة معاملاتهم عن طريق التطبيق. طيب، أبرز التحديات اللي واجهت شركة مناطق وتم تجاوزها من حيث؟ من حيث نشأة الشركة، هل هناك تحديات واجهت الشركة في البداية، صعوبات تم التغلب عليها؟ صحيح، في البدايات هي التحديات اللي هي نقص، كانت نقص الأراضي والعمل على توفير أراضي تلبي كافة احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وعملنا من ذاك الحين، يعني طرحنا أراضي، وطرحنا أراضي في ظل التطوير، احنا قاعدين نطور البنية التحتية وطرحناها بحيث ان ما نعطل حركة التنمية. وتم تخصيص أراضي للمستثمرين وانجزنا البنية التحتية مع انجازات مع اتمام مبانيهم ومنشآتهم الصناعية واللوجستية. نعم، السيد حمد راشد العلمي، وانت رئيس شؤون العمليات في شركة المناطق الاقتصادية مناطق، شكرا جزيلا لك وعلى المعلومات التي طرحتها وللمهتمين ايضا في هذه الفرص، شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية. اذا هناك دعم يتواصل للتنمية الاقتصادية من كل الاطراف، نسأل الله عز وجل ان يرفع عنا ايضا هذا الوباء ويرفع عنا هذه الغمة التي ألمت بالأمة. ونتمنى من الجميع أيضا أن يلتزم بالإرشادات وبالقوانين وكذلك بلبس الكمام يا عبد الله. نعم، إذا شكرا لضيوف حلقة اليوم وشكرا لكم على المتابعة، دمتم في حفظ الله ورعايته، نلقاكم بإذن الله على نفس الموعد، التزموا بارتداء الكمام والتزموا أيضا بالمسافة الاجتماعية، في أمان الله.